ازيكم عاملين ايه؟ خدت بالك انا تلاقيني بقى قاعد ايه ورامي نفسي على المكتب لقدام وقاعد عمال بفكر، وبعدين لاري كينج قوي في نفسي وانا قاعد عمال بفكر في الموضوع. بفكر في ايه؟ انا بفكر فيه دايما في افريقيا. انا من ضمن الناس اللي متحمسه طول الوقت غالبا من ساعه ما اتولدت على مساله علاقات افريقيه افريقيه، مش بقول لك بقى مصر افريقيا افريقيا مصر، حتى المسمى ده انا ماليش فيه. هي مصر جزء من هذه القاره. علاقات إفريقية إفريقية بمنتهى الامتياز، قارة عندها كل خيرات ربنا، لكن في نفس الوقت هي القارة الأقل حظا في العالم، أقل حظا في السياسة، أقل حظا في الاستقرار، أقل حظا في الاقتصاد. لكن لما تيجي تشوف خلال الفترة الأخيرة أنت عندك متغيرات كتير جدا بتحصل في القارة وشديدة السرعة، سياسة واقتصاد. طيب احنا ازاي نقدر نخلق تعاون اقتصادي افريقي افريقي بشكل عام ومصري افريقي افريقي مصري بشكل خاص سياسيا واقتصاديا واي حاجة ممكن تكون بتخطر على بالك؟ وعليه خليني ارحب وبشدة بضيوفي الاعزاء، دكتور يسري الشرقاوي الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الافارقة. منورنا دكتور. عامل أنا ايه؟ كله تمام؟ أنا سهل. والصديق العزيز الأستاذ محمد نصار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا رجل متخصص في الشؤون الإفريقية الإفريقية. إذا صح الكلام عامل إيه؟ كله حلو؟ كله تمام. طيب هستأذن إحنا نبدأ بدكتور يسري لما له من باع وتاريخ طويل في إفريقيا. العلاقات الإفريقية الإفريقية طول الوقت شغل دماغي زي ما كنت في المقدمة. احنا دايما القارة الاقل حظا مع اننا الاوفر حظا من حيث الموارد بشري وطبيعي. طبعا في البداية انا بقى هأنيك وبشكرك على اختيارك لكلمة افريقية افريقية، لان احنا في الحقيقة لازم نشتغل على هذا النهج، ويمكن ربما العلاقات والاداء المصري في اتجاه افريقيا في السنوات العشر الاخيرة بيؤكد على هذا الفكر. احنا افريقيا فقدت الحظ الاكبر وفقدت العديد من الثروات وفقدت العديد من الفرص الضائعة بسبب التعامل الاستعماري والاستحواذي القطري مع دول القارة، وليس ولم يترك أن تكون العلاقات إفريقية إفريقية، لا على مستوى النقل ولا على مستوى الاتصال ولا على مستوى التواصل ولا على مستوى استخدام الخيرات والثروات. ومن هذا المنطلق لما بقيناش إفريقي إفريقي لم تخرج إلينا سيارة صنعة في إفريقيا أو منتج دواء اتعمل في إفريقيا ولا مكون اتعمل في إفريقيا ولا استغلت السلع والثروات الأخيرة والأولية حتى نستطيع أن نستفيد من الثروة المعدنية والثروة البشرية والثروة الزراعية الموجودة في القارة بسبب عدم التفكير إفريقي إفريقي، وظل التفكير على مستوى التمثيل الثنائي بين دول القارة الأفريقية. وهذا ما لاذ وطاب إلى من يتحدى أو يريد الاستمرار أو تستمر أفريقيا في مشاكلها. وخليني أكلم حضرتك على حاجة مهمة جدا. بداية دعني أوجه التحية إلى الدبلوماسية الرئاسية والرسمية على ما بذلوه من جهد في 3 سنوات كانت نتيجته حجز مقعد مهم جدا في مجموعة تكتل البريكس اللي موجود منه 3 دول إفريقية الآن بعد البريكس بلس، اللي جنوب أفريقيا وأثيوبيا ومصر. خليني أقول لك ليه عشان الناس معانا تعرف ليه أفريقيا أفريقيا. ما ينفعش تكون مساحتك 30 مليون كيلو متر مربع، عدد سكانك 1.3 مليار نسمة، وعندك 60% من مساحة الأرض صالحة للزراعة، 65% من عمر الشباب، وتلت الثروة المعدنية العالمية، و50% من الذهب، وأيضا سابع منتج لليورانيوم في العالم، وأكثر من 35% من الكوبالت العالمي، وأنت المتحكم في الكروم المنتج للفولاذ ومنتج للبطاريات المهمة والأساسية، وأنت الناتج أو المهم الرئيسي والمحور الرئيسي من 12-15% من نفط العالم، وده موجود في أنجولا والنيجيريا والجابون. وما ينفعش تبقى أنت عندك 8% وعندك بوتنشال لتوصل ل 18% من احتياط الغاز العالمي وتستطيع ولا تستطيع أن تحرز اقتصاد فاعل في القارة الأفريقية. ده كله ما بنقدرش نحقق منه الاستفادة القصوى علشان خاطر لا يوجد ترابط في مربع الوعي الأفريقي، لا يوجد تحالف في مربع الوعي الأفريقي. علشان كده لما شفنا واحنا يعني متخصصين وراصدين المشهد الأفريقي سواء على مستوى مجتمع المال والأعمال الأفريقي
او على مستوى العمل الافريقي المشترك، لقينا انه المعادله العالميه بتختلف، والتحدي العالمي بيختلف، والصراع العالمي بيختلف. هذا الصراع ذهب وانتقل الى قواعده في القاره الافريقيه علشان يخلق نماذج وترابطات وتحالفات جديده يستطيع من خلالها استكمال لعبه الاستحواذ. الان الصين موجوده في القاره الافريقيه باكبر شريك تجاري للقاره. كام الرقم يا استاذ يوسف؟ 256 مليار دولار. طيب الفرق بينها وبين الامريكان كام يا استاذ يوسف؟ الامريكان شركاء تجاريين مع القاره ب 65 مليار دولار فقط. هل الامريكان او المجتمع الامريكي الاقتصادي، وانا هنا اتحدث من الجانب الاقتصادي والوجهه الاقتصاديه، ساكت؟ لا، بالتاكيد عنده جزء كبير جدا من التعامل في هذه المعادله. باقي دول العالم، فرنسا المستحوذه على غرب افريقيا على مدار اكثر من قرن من الزمان، وبنتكلم على الإكواس 15 دولة بيتحدثوا اللغة الفرنسية، وبنتكلم على دخول أشياء جديدة الآن على المعادلة زي تكنولوجيا الجيل الخامس في الإنترنت والمعلوماتية، ووجود أجيال جديدة من الشباب الأفريقي، ووجود طلاب تعلموا في الغرب وتعلموا في الشرق وتعلموا في وسط أوروبا. هل ده هيشدنا إلى أن نذهب إلى ما بدأت أنت إليه وهو إفريقي إفريقي؟ وهل نحن سنكون في مجتمع المال والأعمال المصري جاهزين على مستوى التواصل ومستوى القطاع الخاص، واخدين في ايدينا الإعلام المصري، واخدين في ايدينا قواعدنا عشان نقدر نجيب السلع الأولية ونستفيد من هذه السلع الأولية في العديد من الاتفاقيات؟ هناك اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية، هناك اتفاقية القمصة، هناك اتفاقيات عديدة بين دول القارة الأفريقية. اللي أنا شايفه مؤخراً، خليني أقدم شهادتي واضحة، أن الدبلوماسية الرسمية المصرية والحكومة المصرية والتمثيل التجاري المصري في آخر 5 سنوات يبلو بلاء حسنا بشكل جيد ومركز ومكثف في عمق القارة الأفريقية. إلا أنه محتاجين إيه يا أستاذ محمد؟ يعني في ظل كل الكلام اللي قاله الدكتور يسر، كلام مبشر، نسب، مبالغ، ثروات، إلخ إلخ، العطلة فين؟ العقدة فين؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللدكتور يسري وللسادة المشاهدين في كل مكان. لو في عنوان للحلقة دي، أنا كمحمد نصار هسميه القارة تنتفض. القارة الأفريقية تنتفض. وفي بداية حضرتك للكلام قلت التغيرات الاقتصادية والسياسية. التغيرات دي لازم نرجع خطوة لورا، مش وليدة اليوم. في حدث عالمي حصل عايزين نقف عنده، اللي هو يوم 2 مارس 22 لما دعوا للقمة الطارئة للأمم المتحدة على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكانوا عايزين يدينوا الهجوم أو الغزو الروسي الأوكراني للأراضي الأوكرانية. في الوقت ده ظهر تصويت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يظهر لك ان تراجع الدور الغربي الامريكي زي ما قال الدكتور لحساب الصين وروسيا. لقينا ان المؤيدين من الدول الافريقيه فقط 51% للقرار، وعندي 31% غائبين لم يحضروا، و 15% من الدول الافريقيه ضد القرار. اذا النهارده التغيرات دي مش وليدة اليوم، احنا النهارده دخلنا في رابع انقلاب داخل افريقيا في خلال كام شهر. وده راجع لان النهارده السياسات بتتغير والشعوب بتنتفض ضد الاستعمار ونهب الثروات بتاعتها. دوله زي مثلا النيجر، دوله عندها احتياطي من اليورانيوم ضخم طبعا، وبتاخده فرنسا لحاجتين، للمفاعلات النوويه هناك الفرنسيه وللاضاءه، في الوقت اللي انا عندي تلت سكان النيجر في ظلام تام. يعني انا عندي النيجر منوره باهلها، وفرنسا منوره باليورانيوم بتاع ايه، بتاع الشعب بتاع النيجر. فمعادله بتخلي الشعوب نفسها تبدا تفكر، هو انا الموارد اللي عندي دي، لو هنتكلم في افريقيا في العموم، الاحصائيه بتقول لتقرير الامم المتحده الانمائي ان 60% من المعادن في العالم كلها في باطن افريقيا. فاذا مصداقا لكلام حياتك وللدكتور، الاستثمار القادم وبكره والمستقبل لافريقيا،
ولابد أن يكون أفريقي أفريقي. ليه؟ لأنه النهاردة حضرتك لما نيجي بقى نتكلم بحدية تامة، سواء الصين، روسيا، أمريكا، أي قوة، الهند قوة صعدة، أيا كان اللي هيجي لك من بره، هو محتاج منك، هياخد منك ثروات. بس هو الفكرة كلها إيه؟ إن أنا مثلا عندي فرنسا، العقود اللي فاتت كلها في النيجر وفي الجابون وفي كل الدول اللي كانت استعمار فرنسي، وثم بعد كده يعني تم إجلاء الاستعمار ظاهريا وكملوا بعد كده بالطرق المتعارف عليها، وهو ضمن لنفسه استدامة الموارد دي، ومش مشكلة هو مستعمر جوه بجيوش، هو خد يعني الإطار بعد كده اللي هو يبقى عنده قواعد عسكرية سواء إذا كانت موجودة وفعالة ولا هي بالاسم، لكن هو أهم شيء عنده ضمن الموارد اللي هياخدها من هذه الشعوب. طيب الموارد اللي بتطلع دي هو اداهم مقابلها إيه؟ يعني مثلا النهاردة لما نيجي نشوف كده فرنسا عملت إيه في النيجر، فين المصنع، فين المفاعل اللي بيشتغل بالطاقة النووية اللي عملته فرنسا للنيجر على مدار 100 سنة؟ إيد التنمية لم تمتد للنيجر، لم تمتد. وأنا عايز أقول هنا في السياسة أنا عندي حاجتين، عندي مدرسة واقعية بتقول إن هي المعادلة زيرو سام جيم، طرف واحد فقط هو الكسبان، الطرف الأقوى أو وين وين. والمثاليين بيقولوا المفروض إنها تكون وين وين سيتويشن، أنا أكسب وأنت تكسب. فإذا النهاردة إيه اللي هيستفاده المواطن الأفريقي من تغيير الورقة إذا كانت أمريكية ولا فرنسية بالصين أو الروسي؟ هو عايز يجرب، لكن الأفضل لينا كلنا كأفارقة وعرب إن تكون أفريقية أفريقية، بحيث التنمية والاستثمار أفريقي من أفريقيا والأفريقي. لأنه النهاردة حضرتك أنا مش عايز أرجع بعد 100 سنة بعد ما أنا بدلت مثلا، النهاردة إحنا كنا لحد 2010 العالم كله تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، تغزو العراق، تغزو أفغانستان، تخش كل اللي هي تعمل كل اللي هي عايزاه، ومجلس الأمن يقف، والأمم المتحدة تعارض، وكل ده ولا يلقي له بال. إذن السياسة الأمريكية عايزة إيه؟ عايزة تحكم في العالم ولا معقب لحكمه. طيب النهاردة روسيا بتقدم لك إنها هتاخد منك وهتديك المقابل. والنهاردة احنا شفنا في القمة اللي عملتها روسيا للدول الأفريقية، وقال الرئيس بوتين ان هو هيهدي الشعب الأفريقي الحبوب مجانا. كلنا وقفنا مجانا؟ لا، هو مش مجانا. النهاردة لما شفنا الانقلابات اللي حصلت، هذه هي الفاتورة. النهاردة لما يبدأ يعيد هيكلة النظام للقوى الغربية، وفرنسا النهاردة احنا داخلين، ولو في عنوان اخر للحلقة، الربيع الافريقي والشتاء والخريف الغربي وتحديدا الفرنسي. ليه؟ لان انت خلاص شهرين داخل الشتاء، الشتاء في فرنسا وفي الغرب. طب ما هو بوتين قافل هناك تصدير الغاز، هم بيسعوا جاهدين، يسعوا جاهدين لايه؟ لافريقيا، لان افريقيا فيها 15% من احتياطي الغاز، وعندهم النفط وعندهم الثروات اللي ممكن تكون البديل حتى ولو مؤقت لحد ما يخلصوا الأزمة بتاعت الروس. طب هو النهاردة بيقفل في أفريقيا وبيقفل من عنده. إذن النهاردة، وده اللي احنا السيناريو اللي احنا متوقعينه كمتخصصين، انه النهاردة احنا نخشى ان يكون البديل الفرنسي، ما هو لكل فعل رد فعل. طب فرنسا هتعمل ايه ولما الحنفية بتقفل في روسيا وبتقفل في أفريقيا؟ إذن هو يسعى جاهدا لسياسة أرض المحروقة أو الاقتتال الداخلي، إن هو يبدأ بقى يحرك النزعة القبلية والكيانات والجماعات المسلحة عشان يتقاتلوا الأشقاء، يخلق خلافات إثنية. ليه؟ لأنه النهاردة خلاص أنا ما استفدتش وخارج من هذه المعادلة، فبالتالي مش هسيبها للروس. فاحنا نخشى على الأشقاء في أفريقيا، وعشان كده لازم تكون أفريقيا أفريقية. ليه؟ علشان إن أنا أقدر أأمن له الشق العسكري، الدبلوماسي، الاقتصاد. فانا النهارده بصدد ايه؟ بصدد اعاده هيكله للنظام الدولي، زي بالظبط لما كان عندي قوتين، وكانت في عندي ثنائيه القطبين بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحده الامريكيه، لما اقحموا الاتحاد السوفيتي في الحرب في افغانستان وكانت نهايته هناك، وكانت مقبره الغزاة كالعاده افغانستان هناك للولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي، فاصبح قطبيه العالم الولايات المتحده الامريكيه. النهارده لا قطبيه ولا ثنائيه، بقت متعدده الاقطاب. طيب أستاذ محمد، لاحظ أن أنا لازم أطلع فصل، عملت كده فعارف أن أنا لازم أطلع فصل ضروري. أنا هستأذنك وهستأذن دكتور يسري، هنطلع فصل في السريع، بس هطرح سؤال على حضراتكم. أتمنى أن أنا ما بقاش بسأل بس دكتور يسري، بسأل بس أستاذ محمد، إحنا هنشترك مع بعض. إذا كانت الأمور كذلك، هل من السهولة بأن أنا يبقى فيه عندي مستقبل واعد للعلاقات الإفريقية؟ ده واحد.
ليه يا يوسف انت لست بهذا التفاؤل؟ اقول لك والله لانه الافارقة عارفين هذه المعادلة اللي احنا التلاتة بنتكلم فيها بقالنا اكتر من 70-80 سنة مع حركات التحرر الافريقي من حوالي 60 سنة. طيب وخرجنا ايه بايه من حركات التحرر الافريقي؟ خلافات تاني، وبعدين خلافات اثنية وقبلية، وبعدين انقلابات مستمر. طيب وانا ليه ما بعملش السوق الافريقية المشترك؟ علشان لازم يكون في عندي ارادة متحدة من ال 54 دولة ان انا ابدأ اشوف والله النظم الجمركية اللي ما بيننا هنشيلها ازاي، هقدر ازاي اشتغل على النظم الضريبية بتاعتي، هقدر ازاي اخلق نظم ترابط بنكي ما بيننا وبين بعض. دكتور يسري فاهم ده يمكن اكتر مني 20 مليون مرة. انا عايز اصدر، طب الانظمة البنكية شغالة هناك ولا مش شغالة؟ طب احنا هنشتغل مع بعض ازاي؟ طب هنطلع ازاي خطابات اعتماد؟ طب وهل الغرب اللي انا اراه دائما غاشم، يعني انا عندي ازمة الحقيقة غاشم، هو اصلا هيسيبني اعمل كل ده ويقف يقولك وصاحبك اعزل وهيرفع ايده؟ اسئلة تطرح والاجوبة بعد الفاصل. طيب خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الافارقة، ايضا كل الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي استاذ محمد نصار عضو وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويمكن أنا طرحت يجي 3-4 أسئلة أو 3-4 أفكار، وهحتاج الأول ناخد رأي دكتور يسري. طبعا أنا عايز أقولك على حاجة بمنتهى البساطة الشديدة، في أمل وفي فرصة سانحة في هذه الفترة تحديدا رغم كل الظروف والتحديات. أنا أرى ذلك من الشارع الأفريقي، يعني أنا مش أرى ذلك من المنظور السياسي او من المنظور المستوى الحكومي او الاداري، انا ارى ذلك من منظور مجتمع المال والاعمال الافريقي بصفتي رئيسا لجمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. هنا بنلاقي انه العدد السكان وعمليه الرفض التام الى عدم وجود تنميه مستدامه في القاره، وانه النهارده اللي بدأوا يلاحظوه من توجهات بعض القادة. يعني لو أنا أذكرك وأذكر السادة المشاهدين ليه الفرصة سانحة حاليا، مؤتمر شباب العالم اللي جمع أكثر من 300 أفريقي في أكثر من 7-8 نسخ، ووجودنا إحنا ووجودنا واحتياجنا إلى السلع الأولية كمصر، ونفس الشيء هو تونس، ونفس المشكلة في الجزائر، ونفس المشكلة في جنوب أفريقيا. يعني لا تتخيل ان الشارع الافريقي بعد هذا التواصل، يعني النهارده كان بيطلع لك واحد يقول لك انا بكره الصبح كلمت واحد صديقي في رواندا ورايح عاوز اعمل معاه تجاره او عايز اشتغل معاه. الناس بدات تحاول، بدات توصل. خلي بالك برضو احنا اتكلمنا على حركات التحرير قبل 70 سنه وكنا بنتكلم على فكرة ان مفيش صوت غير الساعة 9 بالليل، ومفيش نص افريقيا في الظلام، ومفيش غير صوت راديو. النهاردة انت بتتكلم على ممكن تقعد تلعب على تلاقي صفحات لدول وفيها منتجات وفيها شباب عامل مجاميع في وسائل التواصل وبيتكلم 24 ساعة وبيتواصل على مستوى الـ يعني المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال. الامر الاهم انه خلي بالك رب ضارة دائما نافعة، والأزمات دائما بتنتج المعجزات وربما تعيد صياغة نظم الثروات واستغلال الثروات. خليني أقول لك على أن النهاردة مثلا الحالة اللي احنا فيها اقتصاديا والظروف الاقتصادية نتج عنها شيء إيجابي مهم جدا، مستوى فكر الناس على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والميجا بروجكت في المصريين اللي بيفكروا في التصدير حاليا تغير في 9 شهور بمعدلات سيكولوجية غير عادية. طبعا لانه فيمثل حاجة للدولار، فبدأ كل واحد يقول لك شوف لي فرصة تصديرية، انا عايز اصدر، ما عايزين نطلع نشتغل في كذا. طب ما هو يا جماعة لانه قبل كده كان هو عنده حالة تشبع في سوق 110 مليون بيبيع فيه وبيكسب، ايه اللي يخليه النهاردة اللي هيخليه انه بدأ يشعر ان الدولة مش هي اللي شايلة فاتورة التوفير الدولاري لوحدها، بقيت كل الناس شايله الفاتوره، لان احنا امام تحدي سواء ربط تحسن السياسات النقديه او الماليه، لكن انت ما زلت عليك دور وبالتالي عايز تروح افريقيا. ليه عايز تروح افريقيا؟ لان افريقيا سوق. لو افترضنا بقى نمسك السوق ده نحلله، ليه؟ عشان كده النهارده تحليل السوق في هذا التوقيت يختلف تماما عن تحليل السوق لحد السنه اللي فاتت. لحد بالظبط. النهارده لما نتكلم على 1,300,000,000 فيهم 223 مليون جوعه. شكرا جزيلا. 146 مليون منعدم الامن الغذائي في القاره، خلاص نشيل 250 مليون، بقى عندك
1,050,000,000. المليار وخمسين مليون لو فيهم 500 مليون يعني محدودي دخل، استيل بقى عندك سوق قوامه 500 مليون، نص مليار. هذا السوق عنده قدرة شرائية. يعني القارة الأفريقية مثلا على سبيل المثال في منظومة السياحة العلاجية بتصرف في 6 إلى 8 مليار دولار خارج القارة، عشان ما فيش نظم صحية جاهزة وما فيش مستشفيات موجودة. اللي موجودة في مصر بس مش متسوقة تسويق جيد لمنظومة سياحة علاجية جيدة. إلا إنه بقى إيه؟ إنه أنا مش أنا يوسف أهو، أنا مش عاوز أتعامل مع إفريقيا بمجرد أنها سوق لمصنعاتي هو يستهلكها. لأنه ودكتور روسيا حضرتك عارف ده أكتر مني، الأفارقة حساسين جدا ناحية ده. طبعًا. وهو عانى زي بقى ما كنا بنتكلم مع أستاذ محمد، عانى من إنه المستعمر الذي أصبح يأتي إليه في صورة أخرى عن طريق شركات بتاخد ثرواته أو بتستغل موارده أو بتصدر له منتجاتها، اللي هو طب وإحنا ليه ما نتكاملش؟ عشان كده إحنا غيرنا الفيرجن. سيادتك النهاردة بتتكلم في أول حلقة أفريقي أده منهج. المنهج التاني بقى بنعمل برنامج معهم بنتكلم مع الناس الذهاب من أجل التصدير ينتهي بالتصنيع. يعني أنا جاي لك النهاردة دولة عشان بس المشاهدين يبقوا معانا، فبقول لك بص أنا معايا منتج، المنتج ده هختبر بيه السوق بتاعك بحاوية واحدة، لو مشي عندك أنا هعمل معاك مصنع هنا لو الخامة موجودة هنا. حلو. أنت في الحالة دي هتقدر تقضي على الحساسية المفرطة من الاستعمارية والاستحواذ. في الحالة دي هتقدر تستغل الخامات اللي عنده اللي أنت مش عارف تنقلها. في الحالة دي انك هتقدر تبقى أبر هاند عليه، انك انت بالنسبة له برضو مصدر تكنولوجيا، زي ما بيجي الغرب والشرق يبقى أبر هاند علينا بالتكنولوجيا، انت لازم تستغل الخبرات والخدمات اللي موجودة عندك وتقدر تصدرها وتتعامل مع القارة الأفريقية بهذا المنطلق. وبالتالي هو هيعرف ان انت جاي تحليله مشاكل كتير، مش مجرد ما جاي ترميله كونتينر او حاوية وعايز منه شوية دولارات وتمشي، وبالتالي مش هيحقق ده. الحاجة الأهم بقى عشان المشاهدين يعرفوها انه برضو السوق الافريقي ما هوش جاهز لقصه يعني الاي كوميرش وانك تبيع له بايميل، ما هوش الجاهزيه دي مش موجوده. لازم تنزل تقعد مع الارض ولازم يشوفوا المنتج ولازم يحسوا، لان السوق تعتبر اسواق بالنسبه لنا بالنسبه لهم جديده. طيب. هنا اروح لاستاذ محمد، فين الدول اللي اقدر ابدا بيها تكامل افريقي افريقي؟ يعني دول تبقى جاهزه للقواعد الصناعيه، دول تبقى جاهزه لفكره تبادلات او تنوعات المواد الخام، دول تبقى جاهزه ان انا اقدر مش بس اخلق ما بيني وما بينها تجاره بينيه، انا اقدر اصدر لدول العالم منتج ما. طيب خلينا اقول من وجهه نظري، احنا النهارده علشان يعني نجيب على السؤال بتاع حضرتك، وازاي نقنع الأفارقة ان انا مش مستعمر بس بشكل جديد او بتكلفة جديدة، احنا اللي احنا بنقوله ده حصل مع ناس تانية ونجحوا فيه نجاح باهر، ولكن احنا ما قدرناش نحقق ده زيهم. اللي هو ايه؟ النهاردة بعد الحرب العالمية بدأت فكرة وزير الخارجية الفرنسي والبريطاني ان احنا ليه خلاص احنا هنفضل في التنحر والتقاتل ده، ما نعمل حاجة اللي هي دلوقتي الاتحاد الاوروبي. بس بدأ الاتحاد الأوروبي ازاي؟ بفكرة الحديد والصلب، بدأ اقتصادي. احنا لما جينا عملنا جامعة الدول العربية بدأنا كل حاجة مع بعض، احنا كلنا مع بعض بنعمل كل حاجة. اللي انا عايز اقوله هنا علشان ننجح في افريقيا زي ما قال كده الدكتور، ان انا هقول له انا جاي اخد منك المادة الخام دي وهديك المقابل بتاعها مثلا كذا، او هعمل عندك المصانع دي. على سبيل المثال تجربة ناجحة في العالم وتدرس يعني من الدول الواعدة والصاعدة. النهاردة تايوان، الصين بتشوف تايوان ازاي؟ انها جزيرة صح؟ وتايوان بتشوف نفسها دلوقتي بعد المعجزة الاقتصادية، جت ازاي المعجزة دي؟ المعجزة دي جت لما بدأوا يفكروا احنا ممكن يعني نتقن انهي مهنة علشان نقدر نوصل للاكتفاء الذاتي ويبقى عندي اقتصاد قوي. بدأ بفكرة ان هو يخش المجال الاقتصادي وتخصص في حتة اشباه الموصلات. النهاردة تايوان بتصنع احتياجات خمس انتاج العالم، احتياجات العالم من اشباه الموصلات. انا عندي عنصر واحد بس في افريقيا، ما بين قوسين، ما انا هقول لحضرتك تستورد الرمله من الصين، ما انا هقول لحضرتك اهو، لا يعني لو الصين قفلت البوابه مش بس كده، ده اصلا بوابه المرور للعالم لتايوان من الصين. لكن انا بقول لحضرتك قصه نجاح دوله
او يعني احنا بالنسبه لنا كمحافظه او اصغر من محافظه، لكن هي النهارده بترى نفسها مش محافظه، بترى يعني تايوان ترى في نفسها علما وعمله ونشيدا وعيدا واقتصادا قويا، وتضاهي الصين، والقواعد الامريكيه هناك بتهدد بحر الصين الجنوبي اللي فيه القواعد الامريكيه، يعني هو بحر جنوب صيني والقواعد الامريكيه هناك موجوده. فالنهارده انا عندي عنصر واحد بس، حتك عايز تبقى كمان خطوات تنفيذيه، عندي عنصر واحد، البلاتين اللي بيدخل في تصنيع كل الأجهزة الكهربائية أفريقي. طب النهاردة أنا كمصري أقدر أعمل إيه؟ أنا عندي بلد، أمن، أمان، استقرار، موقع جغرافي، عندي قناة السويس، عندي الأيدي العاملة، عندي الخبرات، أقدر أنا سنتر العالم. يعني حتى أفريقيا دايما بنقول إن أفريقيا في قلب القارات، يعني وصفا ورسما الاثنين. فالنهاردة بوابة المرور لأفريقيا هي الدولة المصرية. فحضرتك بتيجي تقول له أنا هبدأ أشتغل في حتة، واليوم أنا عايز بس أبدأ اقتصادي، مش عايز أبدأ عسكري وأعمل تحالف زي إكواس وأضم 54 دولة، أنا عايز أبدأ اقتصاديا علشان أترجم ده لفلوس. المواطن الأفريقي لو جيت له زي ما قال كده الدكتور، الملايين المشردين واللاجئين والجوعة، لما حضرتك هتيجي تعالج هذه المعضلة، لما هيقدم له الروسي يد العون وحضرتك هتقدم ايد العون، هياخد ايد مين؟ المصري. لان حضرتك النهارده وفرت له البديل الامن، واديت له مقابل الموارد بتاعته. هما بينتفضوا ليه دلوقتي؟ لان ثرواتهم من الذهب ومن المعادن مهدره. هيستقبل الايد اللي هتمده بعون اكثر قوه، روسي، مصري، تونسي، وده عندك ملوش دعوه، وده هياخد الاقوى. يمكن هيستقبل كمان الايد اللي مش هتشعره انها غابت عنه 60 سنه، اللي مش هتشعره انها جات له وقت الاحتياج، اللي مش هتشعره بالحساسيه المفرطه ما بين البشره البيضاء والسوداء، اللي مش هتشعره بانه صحيح. انا جاي علشان استفيد منك في أيوة. وقت الدنيا قفلت علينا صح. اللي جاي تشعره ان انا وانت في مركب واحد وعايزين نعمل عربيه اول مره تطلع الربر والكاوتش من جنوب افريقيا، والموتور متقفل في دوله والكذا، اول سياره افريقيه 100%. اللي جاي تشعره ان انا وانت مضحوك علينا في التكنولوجي ترانسفير اجريمنت ومحدش راضي يدينا النو هاو، وجاي تشعره تقول له اشمعنى انت يا يوسف، انا افترض ان يوسف جنوب افريقيا ومثلا او دوله زي تنزانيا، اشمعنى لما لوب السيارات في العالم فكر يدينا نموذج راح مودي النموذج المغرب في 3 سنين وقال لهم اتفرجوا احنا اللي بندي اللوبي، يعني تعمل لي مناطق صناعيه مش هديك تصنع سيارات، ازاي تعرف وتعلموا معاك ان احنا نقعد على مائده المفاوضات العالميه مع العالم الاخر كلنا كافارقه ونتكلم افريقي افريقي، ازاي انت تبقى في القطاع الخاص المصري فاعل في المعادله الافريقيه. وعايز اقول لك على حته صغيره يمكن ربما جزء لغوي احنا دايما بنتكلم فيه، مصر لما بنقول لهم احنا بوابه افريقيا الافارقه بيزعلوا طبعا. كل قاره في افريقيا هي بوابه افريقيا، ليست مصر وحدها، ولازم نديهم مساحه، ولازم نقول للشارع الافريقي احنا جايين نتعرف طبيعه المنتج بتاعك ايه. ما تبقاش الزياره الاولى للمستثمر او القطاع الخاص هي زياره بيع، هي زياره تعارف، هي زياره وعي باستهلاكه، هي زياره دراسه وتعاون. الناس لما بقت تشوفنا دلوقتي حاليا احنا وضعنا في الشارع الافريقي ليس ايام حركات التحرير، بدانا ننزل، بدانا نتكلم مع الناس، والمفروض ان احنا نزيد. على فكره احنا لينا رصيد في القاره الافريقيه، والافارقه ليهم رصيد عندنا، لكن حلقه الوصل. وبعدين حاجه بقى عايز اقولها مهمه جدا في حضره هذا اللقاء، الاستعمار والاستحواذ لفظين، واحد حديث واحد قديم، الاستحواذ الصيني والاستعمار البريطاني الفرنسي، هم وجهان له حمله واحده. سابوا حاجه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، سابوا في ذاكرتنا وفي صورتنا الذهنيه الداخليه حاجه تخليك طول عمرك مهدد غير قادر على الانتفاض. ايه هي؟ افريقيا فيها ملاريا، وافريقيا ماشيين حافيين، وافريقيا الشباك هيتكسر عليك وياخدوا منك هذا عارف انت اللي تربى في حياه الاساطير ومش عايز يخرج لحياه النور، فهو هدك داخليا من قبل ما تتحرك. وبعدين قال لك هتروح ده هياكلوا الفلوس، والبنك ترانسفير مش هيتم، ومش عارف. طب الله، طب انت اللي بتقول لي الكلمتين دول يا مستعمر شغال معاهم ب 256 مليار و 265 مليار دولار في السنه، افترق. انت اللي بتشتغل معاهم ب 65 مليار دولار، انت بتقول لي انا الكلام ده ونيمتني فيه 100 سنه وخليتنا نقطع بعض وما نكلمش بعض ونخاف نروح ونخاف نيجي، وانت رايح تعمل كل الكلام ده مع هذا المجتمع. وعي الهزيمه لازم احنا ننتفض بشكل جديد. وعي الهزيمه
وايضاح بسيط تعقيبا على كلمه الدكتور سريعا، احنا هو ما كانش مستعمر بريطاني، هو كان مستخرب بريطاني، لان هو ترك الارض بسياسه الارض المحروقه وساب الاشقاء يتنحروا، ووضع علينا حدود سايكس بيكو، وهو ده النتاج بتاع الاستخراب البريطاني او الغربي عموما. الحلقه دي بالنسبه لي مزيكا والله العظيم، عشان كده انا عايز استاذنكم ان احنا مره اصلا بفكر اعمل حاجه اقرب، هي طبعا مائدتنا مش مستديره، بس حاجه اقرب انه يبقى في عندنا مائده مستديره وفيها اكتر من حد ونقعد نتكلم. وموضوع افريقيا ده موضوع فعلا فعلا شديد الاهميه. انا هساعدك في حاجه والنبي، لازم الحلقه دي يبقى معانا واحد لوجيستيك وواحد بانكر وواحد كوميرشال وواحد انفستر، ويبقى في سته ونتكلم ونسميها الافريكان سينك تانك من التاسعه. الافريكان سينك تانك من التاسعه ده هو يطلع يقدم على الارض حلول للساده المسؤولين والراغبين. احنا ما بنتكلمش المسؤولين بس، احنا بنتكلم المسؤولين والراغبين. انا كده بالنسبه لي اتعشت، ده يحصل وانا ابذل كل المساعي وكل الجهود. وصدقني بقى يعني هي قريب قوي قوي قوي، بس هنقعد بقى نتعاون مع بعض احنا الثلاثه، فان احنا ايه يعني ننتخب المجموعه اللي تبقى موجوده معانا في الحلقه، وتبقى حلقه على بعضها مش كمان فقره ضيقه. انا اشكركم، نورتوني وشرفتوني، استاذ محمد نصار الكاتب والباحث السياسي، دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه، نورتوني وشرفتوني الى ابعد الحدود، فعلا مزيكا. المفاجاه اللطيفه بقى انه عاد وبقوه والعود احمد. مين بقى؟ كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. رجع كريم مرة تانية بعد أجازته علشان ينور استوديو 10 ويعود إلينا دائما بعد برنامج التاسعة. منور كيمو، وبعدين انت جاي في أيام الازدهار الكروي والازدهار الرياضي وكل ده اللي أقدر أقوله لحد دلوقتي. أما بعد ما أخلص الحلقة وأسلم على كريم وإحنا على البوابة أقدر أقوله كلام أكتر من كده بكتير. كلام أنا خلص؟ لا طبعا، استنونا بكرة في نفس الميعاد لو كلنا العمر، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.